الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب سنن الترمذي للإمام الحافظ الحجة أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة بن موسى الضحاك البوري الترمذي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشراحها في الدارين، آمين. الباب الثاني عشر بعد المئة من الكتاب الرابع والأربعين، كتاب الدعوات، باب بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام الترمذي في سنن الحديث 88 بعد 883. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله حين خلق الخلق كتب بيده على نفسه: إن رحمتي تغلب غضبي. كتب بيده على نفسه، يعني فرض الله على نفسه، والله لا يفرض عليه أحد إلا نفسه تفرض عليه. وهذا من باب الوعد، كأن الله يعد بأن هذا حقا عنده. إن رحمتي تغلب غضبي، وهذا بسبب إيه؟ بسبب صفة الحلم. تأتي صفة الحلم فتجعل الرحمة تسبق الغضب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي الثلج، رجل من أهل بغداد، أبو عبد الله صاحب أحمد بن حنبل، قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا سعيد بن زربي عن عاصم الأحول وثابت عن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسجد ورجل قد صلى وهو يدعو ويقول في دعائه: اللهم لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون بما دعا الله؟ دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، لأنه أحسن الثناء على الله. وكلما أحسنت الثناء على الله وقدمت الثناء على الله قبل المسألة كان أرجى للقبول. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من حديث ثابت عن أنس، وقد روي من غير هذا الوجه عن أنس. باب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل، يعني ذل. رغم أنف يعني ذل، والمذلة عكس العزة. وعن أبي قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ربعي ابن إبراهيم عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن بمجرد سماع اسم النبي يجب الصلاة عليه، لأن النبي لا يدعو إلا على من ترك الواجب، أما لو كان مستحب فلا يدعو عليه. فدل على وجوب الصلاة على النبي بمجرد سماع اسمه صلى الله عليه وسلم. رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم.
ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. لأن رمضان ده موسم خير، والله سبحانه وتعالى يضاعف فيه الحسنات ويصفد فيه الشياطين، فتقل دواعي الشر وتكثر دواعي الخير. فإذا لم يستطع في هذا كله أنه يغفر له، يبقى يستحق أن يكون من الأذلاء. يبقى معنى ذلك أن الإنسان عليه أن يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره. ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبرى فلم يدخلاه الجنة، يعني ببرهما. وأيضا دعا على الرجل الذي، وإن الرجل ليس المقصود به الرجل هو الذكر، لكن المكلف تدخل فيه المرأة أيضا، فالأحكام هنا تدخل فيها المرأة أيضا، لكن جاء بالرجل على سبيل التغليب، لكن الرجال النساء شقائق الرجال في الأحكام. يبقى رجل هنا بمعنى مكلف، سواء كان رجلا أو امرأة. يبقى لو ربنا أطال عمر والديك أو أحدهما، يعني يعطيك فرصة إنك أنت تدخل الجنة من أقرب طريق، وهو أنت بالرغم، ومن أيسر طريق. فلو يسر الله لك الطريق إلى الجنة ثم لم تدخل الجنة، يبقى يستحق هذا الإنسان أن يكون من الأذلة، والذل أن يكون من أتباع إبليس، والعياذ بالله، لأنه أذل الخلق. أذل الخلق هو إبليس، وأعز الخلق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة، أي بسبب برهما. قال عبد الرحمن وأظنه قال أو أحدهما، يعني إما الاثنين أو واحد من الأب. قال وفي الباب عن جابر وأنس، وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وربعي بن إبراهيم هو أخو إسماعيل بن إبراهيم، وهو ثقة، وهو ابن علية. ويروى عن بعض أهل العلم قال إذا صلى الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم مرة في المجلس أجزأ عنه ما كان في ذلك المجلس، يعني معناه إذا ذكر النبي عدة مرات في المجلس، فإذا صليت عليه مرة أجزأ عنك، يعني سقط عنك الوجوب، لكن يبقى الاستحباب بالصلاة عليه كلما ذكر. يبقى لما النبي يذكر في المجلس عدة مرات سقط الوجوب بالصلاة عليه والسلام عليه وآله مرة، سقط الوجوب، يعني فعلت الواجب، لكن يبقى الاستحباب لتكرار الصلاة والسلام عليه كلما ذكر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيّنها ثلاثة أعمال يسيرة ومضمونة الوصول بها إلى الجنة. فالأعمال اليسيرة التي يتركها الإنسان والتي يجعل نفسه لا يدخل الجنة بسبب فعلها وهي يسيرة، يبقى يستحق أن يكون إيه من الأذلاء، يعني من أتباع إبليس. أول حاجة إنه أول ما يسمع اسم النبي يصلي عليه، الأمر يسير صلى الله عليه وسلم. تاني حاجة يتحين فرصة في رمضان فيجتهد في العبادة أكثر من باقي السنة. وثالث حاجة إنه يبر والديه إذا كبر عنده. ثلاثة أعمال يسيرة ولكن مضمونة الوصول بها إلى الجنة. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن موسى وزياد بن أيوب قال حدثنا أبو عامر العقدي عن سليمان بن بلال عن عمارة بن غزية عن عبد الله بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عن أبي عن حسين بن علي بن أبي طالب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعليه السلام وكرم الله وجهه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، لأنه بخل على نفسه مش بخل على النبي، والنبي مش محتاج حاجة. الصلاة علي على النبي لمصلحة المصلي لا لمصلحة النبي، فهو اللي بيبخل على نفسه، لأنه إذا صلى على النبي مرة صلى الله عليه بعشر، أما النبي فقد اكتفى بصلاة الله عليه.
الملائكة إذا صلت على النبي تستفيد بهذا، تستمد أسباب عبادتها بكثرة الصلاة على النبي، فهو حتى الملائكة بتستمد، والنبي اكتفى بصلاة الله عليه واستغنى، وباقي الخلق يفتقرون للصلاة على النبي ليستمدوا من الرحمة للعالمين أسباب هدايته وقبوله. ويبقى البخيل هو الذي يبخل على نفسه بأنه يسمع اسم النبي فلا يصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، باب في دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعنه به قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عمر بن حفص ابن غياث قال حدثنا أبي عن الحسن بن عبيد الله عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم برد قلبي بالثلج والبرد والماء البارد. اللهم برد قلبي، يعني اجعله مطمئن تحت تحت الأقدار، مطمئن مفوض الأمر إلى الله، لأن برودة القلب دليل كمال الاطمئنان، وسخونة القلب دليل فعل إبليس، فإن إبليس خلق بالنار. اللهم برد قلبي بالثلج والبرد والماء البارد، وذكر هذه الأشياء لكمال طهارتها، لأنها ماء طهور. اللهم نقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اختار الثوب الأبيض لسهولة ظهور أي أثر عليه لنقاء لونه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، باب. وعنه به قال: حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا يزيد بن هارون عن عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي المليكي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة، وما سئل الله شيئا يعني أحب إليه من أن يسأل العافية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، يعني مما نزل من القضاء ومما لم ينزل بعده. فعليكم عباد الله بالدعاء، يعني أكثروا من الدعاء، وأكثر في دعائك بالدعاء بالعافية، فإنه ما أوتي إنسان خير بعد تقوى الله مثل العافية، فالإنسان يسأل الله العافية فيها كل شيء. قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي، وهو المكي المليكي، وهو ضعيف في الحديث، ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه. وقد روى إسرائيل هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما سئل الله شيئا أحب إليه من العافية. يعني مش تسأل الله البلاء علشان تبين لك صابر، يعني بين كأنك أنت بتسأل الله بقوتك وقدراتك، بتتحدى، يعني أنت ضعيف، عبد ضعيف، بتسأل الله العافية أحسن. أحد الأولياء يعني في حال إدلال مع الله كده أساء الأدب في الدعاء، فقال: ابتليني ما شئت تجدني صابرة، فابتلاه بحبس البول، فبقى يضرب نفسه ويمشي في الشارع يقول للعيال: ايه اضربوا الشيخ الكاذب، اضربوا الكاذب، لانه ما تحملش. فما تقولش ربنا ابتليني ما شئت، يعني انت قد بلاء الله، ما ينفعش كده، ما ينفعش. نسأل الله العافيه، الانسان ضعيف. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما سئل الله شيئا أحب إليه من العافية. ليه؟ لأن سؤال العافية دل على
افتقارك لمولاك وشعورك بضعفك. ودي من ايه؟ من مقتضيات العبودية. وعن أبي قال حدثنا بذلك القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوفي عن إسرائيل بهذا. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا بكر بن خنيس عن محمد القرشي عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: عليكم بقيام الليل، إنه دأب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل قربة إلى الله، ومنهاة عن الإثم، وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد. يعني الناس متصورة إن قلة النوم في الليل تؤدي إلى الأمراض، في حين إن في الحقيقة إنه يؤدي إلى النشاط والعافية. فما للإنسان اللي ينام قليل ويقوم ينام ويقوم أحسن ما ينام مدة طويلة على بعضها، والطب الحديث أثبت ذلك على خلاف ما يظن الناس. تمل الناس اللي هما إيه، ينام قليل ويقوم، ينام قليل ويقوم، يعني ينام نوم متقطع، تجده أطول عمرا وأقل بقى مرض من اللي هو إيه الوخمان اللي ينام بقى بالساعات الطويلة، وتبص تلاقي إيه عنده أمراض لا حصر لها. فصدق رسول الله، لدرجة إن سمعت إن بعض المراكز في ألمانيا بيقوموا المرضى بتوعهم بالليل يتمشوا في طرقات المستشفى ولو إيه 10 دقائق في وسط النوم، ويرجعوا يناموا تاني، لأن وجدوا إن ده بينشط الدورة الدموية أكثر وبيحسن فترة النقاهة من المرض. كلام النبي هو على خلاف عادة الناس، الناس متصورة إن لما ينام على بعضه كده 8 ساعات حتة واحدة كده يقوم قوي نشيط. يقول لك انا ما اقدرش انام ساعتين واقوم انام ساعتين واقوم، هطلع مكسر وضعيف وتعبان. ده على خلاف ما تظن، على خلاف ما تظن، تجد نفسك اقوى وانشط وايه واشرح صدرا، خد بالك. ودي العاده كده. ومطردة للداء عن الجسد، لان كثره النوم ساعات طويله تؤدي الى الامراض. قال أبو وربنا يقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون الأسحار هم يستغفرون. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث بلال إلا من هذا الوجه ولا يصح من قبل إسناده. قال سمعت محمد بن إسماعيل يقول محمد القرشي ومحمد بن سعيد الشامي وهو ابن أبي قيس وهو محمد بن حسان وقد ترك حديثه. وقد روى هذا الحديث معاوية ابن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة للإثم. قال أبو عيسى: وهذا أصح من حديث أبي إدريس عن بلال. المناقشات في الاسناد دي مش معنى كده ان المتن فيه خلل، لا، المتن ما موافق لصريح القران، موافق لكل السنه. ده بيتكلم مناقشات متعلقه بسلسله الاسناد من هذا الطريق اللي هو الطريق بتاعه هو، فهمت بقى ازاي؟ لكن دي احاديث نعمل بها، لان ربنا حثنا على قيام الليل، وكانت سنه النبي مستقره طول عمره المداومه على قيام الليل، وهي سنه الصالحين، وبين الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه، وانه في ساعة من الليل يقبل الله سبحانه وتعالى دعاء الداعين خصوصا في السحر، وأن الله يبسط يده بالليل يتم مسيء النهار، وهكذا. كل الأحاديث دي تدل على صحة متن هذا الحديث. فما يجي في بعض الناس اللي مش فاهمة يتشوش يقول لك أصل ده ضعيف وده متروك وده بتاع، يقوم يترك المتن. لا يا سيدي، دي مناقشة في السلسلة اللي جاية من جهة الإمام الترمذي. مش معنى كده إن المتن فيه خلل، لا. باب. وعن أبي قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثني عبد الرحمن بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70،
وأقلهم من يجوز ذلك. يبقى إيه؟ غالب أمة النبي أعمارها من 60 لل70، قليل بقى اللي يعدي 70، واخد بقى، وقليل اللي بيموت قبل 60، من حيث النسب يعني لما تعمل إيه؟ statistics يعني إحصائيات، من ناحية الإحصائيات. أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن قريب من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد روي عن إبراهيم من غير هذا الوجه. ودي من رحمة ربنا بأمة النبي، ما يطولش عليهم الأعمار، الأمم السابقة أعمارهم تبقى بمئات السنين. قليل من أمة النبي اللي جاوز 120 سنة و130 سنة، قليل. حسان بن ثابت عاش 120 سنة، لكن هات لي كده من الصحابة كام واحد كده عدى 100؟ تلاقيهم 2 3. أنس بن مالك عدى 100. سيدنا حسان بن ثابت عاش 60 سنة في الإسلام و60 سنة في الإيه؟ قبلها في الكفر. يعني عاش 120 سنة. سلمان الفارسي أقل عمر قيل فيه إنه 250 سنة. أقل عمر سلمان الفارسي. والإمام النووي قال إنه بعض العلماء قال إنه عاش 450 سنة. يعني دي أعمار نادرة، دي حاجات نوادر نعوز نحكيها كده، يجي في جينيس ريكورد، ويجي كده إيه في البرامج العجيبة اللي هي إيه العجائب والطرائف. لكن غالب الناس بتموت بدري بدري. يلا، ودي من رحمة ربنا بأمة النبي حتى لا يطيل عليهم الفتنة، لأن الحياة فتنة. فبيأثر عليهم الفتنة بالحياة. أنا لك أن تستريح. سيدنا نوح ده كان عادي ده؟ سيدنا نوح كان في الأمم السابقة بيعيشوا 100 سنة، أبونا آدم عاش 1000 سنة. عمر أبونا آدم 1000 سنة. لما النبي نظر للأمم السابقة وجد أعمارهم طويلة. فربنا عوضنا إحنا بليلة القدر. تقوم تشوف جيلك كام رمضان تاخد منه كام ليلة قدر يضاف لعمرك 100 سنة. باب في دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود الحفاري عن سفيان الثوري عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن طلاق بن قيس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا. كلها صيغة مبالغة، يسموها صيغة مبالغة، يعني معناه ايه؟ معناه تكرر ذلك حتى تصير فيه سجية. يبقى الشكر فيه سجية طبيعة. رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا. والإخبات اللي هو الخشوع مع التواضع هي التذلل. يبقى الإخبات دي تفكها تطلع 3 صفات: التذلل والخشوع والتواضع. لما تفكها تطلع تضم الثلاثة دول يبقى مخبت. لك مخبتا إليك أواها، يعني إيه؟ يعني كثير الذكر. أواها كثير الذكر، يعني لا أشتكي إلا لك، ولا أبص حالي إلا لك. لك أواها منيبا، يعني راجعا إليك في كل أموري. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي. حوبتي يعني إثمي، حوبا كبيرة يعني إثما كثيرا، يبقى حوبتي يعني إثمي. واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، وسدد لساني، واهد قلبي، واسلل سخيمة صدري. واسلل يعني أخرج إيه بلطف، يقول لك سله يعني أخرجه بلطف. واسلل سخيمة صدري، وسخيمة الصدر والغل والحقد والحسد اللي هي من مساوئ الأخلاق. المصريين يقول لك ايه؟
من بره رخام ومن جوه سخام. سخام يعني ايه؟ يعني كل ما هو قذر يكره الانسان انه ايه، انه يعني ينظر اليه يسموه سخام. واصل السخام زي الهباب كده، فاهم؟ وعلشان كده يبقى سخام هو لغه المصريين العاميه ايه، النبي نطقها يعني فصيحه. يبقى سخيمة قلبي يعني كل ما في قلبي من ايه، من مما يبعده عن حال القلب السليم، اللي يسموها امراض القلوب علماء الصوفيه بيسموها امراض القلوب. فسخيمة القلب هي امراض القلوب، من الغل والحقد والحرف والحرص والحسد وحب الانتقام وحب التشفي وحب التملك وحب الانتصار وحب الظهور وحب يعني عايش كده يعني محجوب عن رب، فاهم؟ دي كلها فدي دعاء جميل تحاول تحفظه وتواظب عليه. واسلل سخيمة صدري، في رواية قلبي، لأن الصدر القلب محله في الصدر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال محمود بن غيلان وحدثنا محمد بن بشر العبدي عن سفيان الثوري بهذا الإسناد نحوه. باب. وعن أبي قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي حمزة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا على من ظلمه فقد انتصر. يعني ربنا أمرك إنك أنت إيه، والذين إذا أصابهم البغي هم إيه ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح يبقى حثك على العفو وأجاز لك الانتصار. يبقى العفو عزيمة والانتصار رخص. يبقى أهل العزائم يعفو حتى ما يدعيش على من ظلم. أول ما دعيت على من ظلم يبقى انتصرت، عملت يبقى بقيت من أهل الرخص مش من أهل العزائم. فهمت إزاي؟ وأهل العزائم أقوى عند الله وأفضل. فهمت؟ لأن قال ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، يعني ده مباح. وأقل أن تنتصر لنفسك ممن ظلمك أنك تدعي عليه. أول ما دعيت عليه يبقى انتصرت لنفسك خلاص. فهمت بقى إزاي؟ لكن إيه؟ ومن عفا وأصلح فأجره على الله. يبقى كأنه حسك على العفو أعلى من إنك أنت تنتصر لنفسك. لكن الواحد يقول لك القصاص 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 القصاص، اقعدوا اعملوا. طب وفين العفو؟ ما ربنا هو سبحانه وتعالى المطلع، العفو فين؟ العفو والصبر، وده حال اهل العزائم الكبار. لكن خصوص 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 ويطلعوا كل شويه مظاهرات يقوم يراق دماء اكثر. وبعدين يحصل ان القتلى تزداد والجروح تزداد، وبعدين تتعمق الخلاف وتزداد الفتن. طب وفين العفو؟ وفين يوم القيامه؟ وفين ربنا مطلع؟ وفين المنتقم الجبار؟ فين هذه المعاني كلها؟ وانت عايز تبقى انت المنتقم الجبار؟ فدي المشكله، ان الناس بعدت عن معنى القران اللي بيقول ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. مش ربنا بيقول كده؟ يعني شوفوا لمن، شوف كام تاكيد، ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. يبقى اهل العزائم هم اللي تصبر وتغفر، انما اهل الرخص هم اللي ينتصر لنفسه. وأقل الانتصار إنك تدعو على من ظلم. من دعا على من ظلمه فقد انتصر. قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي حمزة، وقد تكلم بعض أهل العلم في أبي حمزة من قبل حفظه وهو ميمون الأعور. وعن أبي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن أبي الأحوص عن أبي حمزة بهذا الإسناد نحوه. باب. وعن أبي قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي قال حدثنا زيد بن حباب قال وأخبرني سفيان الثوري عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، كانت له عدل 4 رقاب من ولد إسماعيل. قال وقد روي هذا الحديث عن أبي أيوب موقوفا.
باب. وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا هاشم وهو ابن سعيد الكوفي قال حدثني كنانة مولى صفية قال سمعت صفية تقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين يدي 4000 نواة أسبح بها سبحه، بس الفكرة أنها مش إيه حاطة فيها فتلة، 4000 نواة حطها في علبة تقعد تسبح وبعدين ترجعهم العلبة تاني بعد ما تخلص وتشيل. فبدل ما تتفرد شبكوها في فتلة فبقت سبح، يعني السبح من أيام الصحابة. فهمت ازاي؟ البدع هو الفتلة. دي كل الحكاية، إننا ربطناهم في بعض بس. خرمناها ورحنا عملناها. أهلي كل حكاية. يعني علشان نحفظها. فستنا صفية قدامها 4000 نواة قاعدة بتسبح بيها. فقلت لقد سبحت بهذه، فقال ألا أعلمك بأكثر مما سبحت به؟ فقلت بلى علمني. فقال قولي سبحان الله عدد خلق. هل لها بدعة؟ أجازها، ولكن لأن المرأة في بيتها قد يكون عندها شغل آخر، فدلها النبي على عبادة تستطيع أن تأخذ ثوابها وتوفر وقتها لشغل بيتها، لكن أقرها على ألا أعلمك بأكثر مما سبحت به؟ فقلت بلى علمني. فقال قولي سبحان الله عدد خلقه. الرواية الثانية سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه، ده كلمة الرواية كاملة لكن دي مختصرة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلمات. يبقى النبي أجاز الإحالة على الأعداد وعلى الأوزان وعلى المكاييل. مش قال إيه؟ عدد خلقه، قال عدد على العدد والزينة وزينة عرشه الموزون وإيه؟ ومداد كلماته المكاييل. يبقى إيه؟ أحال على العدد وعلى الكيل وعلى الوزن صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث صفية إلا من هذا الوجه من حديث هاشم بن سعيد الكوفي، وليس إسناده بمعروف، وفي الباب عن ابن عباس. وعنه به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن قال سمعت قريبا يحدث عن ابن عباس عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليها وهي في مسجد، ثم مر النبي صلى الله عليه وسلم بها قريبا من نصف النهار في مسجد، يعني موضع سجودها يعني موضع صلاتها يعني، ثم مر النبي صلى الله عليه وسلم بها قريبا من نصف النهار فقال لها ما زلت على حالك؟ يعني قاعدة كله يعني فضلت قاعدة من صلاة الصبح لحد الساعة 10 الصبح قاعدة في مكانها بتذكر ربها. أمهات المؤمنين كانت عابدات قانتات صالحات تائبات، مفيش أعلى من كده، لستن كأحد من النساء. فقال لها ما زلت على حالك؟ على حالك؟ فقالت نعم. قال ألا أعلمك كلمات تقولينها؟ سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، ومحمد بن عبد الرحمن هو مولى آل طلحة وهو شيخ مدني ثقة، وقد روى عنه المسعودي وسفيان الثوري هذا الحديث. ونقف على هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبينا وعلى آله وسلم.